السائل عين ميم من البكيرية يقول: هل التقيؤ أعزكم الله ينقض الوضوء ولو كان جبرا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، خروج القيء الكثير ينقض الوضوء لأنه استفراغ من المعدة وينقض الوضوء، ولورود الحديث بذلك ولو كان ذلك من غير اختيار الإنسان، إنه ينقض الوضوء لأنه شيء خارج نجس من الجوف وينقض الوضوء، أما إذا كان شيئا يسيرا فإنه يعفى عنه. نعم، الحمد لله.